بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن اللاين هايت. لاين هايت فكرة اللاين هايت بكل اختصار ان هي بتحدد كل مسافة ما بين سطر والتاني. يعني عندنا اول سطر هنقول فيه بريك ونشوف مع بعض الفريش دي الاسطر اللي عندها في العنصر. لو جينا هنا بقى شفنا فكرة اللاين هايت بتبدأ ازاي. هي بتبدأ بالنسبة العشرية مش بالبكسل ولا بالنسبة المئوية. يعني لو جينا قلنا 1 وقفلنا فريش، شوف حجم الخطوط او السطور دخلت في بعضها. لكن لو قلنا 2 فريش، بدأت الجمل تبتعد عن بعضها، اي تاخد مساحات ما بين الاعلى والاسفل ما بين كل سطر والتاني. لو جينا قلنا 0.1 فريش، الجمل كلها دخلت بالطريقة دي او بالشكل ده مع بعضها. لو قلنا 2 رفش، 3 رفش، اظن فكرة اللاين هايت او ارتفاع السطر بتبان معاك بكل سهولة. لحد ما نيجي 9 تشوف مع بعض كل الجمل. لو جينا قلنا 8 الجمل هتتداخل شوية مع بعض. لو قلنا 1 الجمل هتبقى في مستوى نورمال او اقل من نورمال قليلا. لكن لو قلنا 2 لحد 10 ونشوف، وممكن نقول 100 او 1000 ونشوف الجمل بتاعت طبعا يعني كتير قوي. فلو قلنا 10 عشان بس الشاشة، لاحظ الجمل بقت مبتعدة عن بعضها بالشكل اللي حضرتك شايفه. دي فكرة اللاين هايت. شكرا، سلام عليكم.